أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في العناوين. نقرأ في الهيئة نت: في حادثة مروعة مقتل 20 فردا من عائلة واحدة في بابل. في الزمان: الصحة لا عودة للتعليم الإلكتروني أو قيود الحظر عند دخول أوميكرون. في يقين نت: مستشفيات الموصل في مواجهة دمار الحرب وشحة الموازنات. في صحيفة الميثاق الوطني: القوات الحكومية ترتكب مجزرة مروعة في جبلة بدوافع شخصية. في المدى: بيئة العراق مدمرة بعد عقود من حروب وانبعاثات غازية وأدخنة تنفثها آبار نفطية. في القدس العربي: متظاهر الناصرية يطالبون بمحاسبة قتلة المحتجين. وفي عربي: 21 جيش الاحتلال محبط من إخفاق مشروع الروبوتات على حدود غزة. أهلا بكم. البداية بهذا المقال المنشور في صحيفة المدى تحت عنوان دراما 2021 العراقية. كتب علي حسين يقول: منذ 19 عاما وهذه البلاد تتردد في خطواتها لأنها ترى في العجلة الندامة، فماذا يعني إذا ما تأخرت مشاريع الكهرباء والصحة والتعليم وارتفعت نسبة الفقر وزاد عدد المشردين والمتسولين؟ المهم أن تترسخ الديمقراطية التي تسمح للجميع أن يجلسوا على كراسي السلطة. في كل عام يملأ السياسيون حياتنا بالأكاذيب وبيانات التهريج، وفي خطابات مكررة يومياً يحاولون أن يحولوا الأنظار عن المآسي التي ترتكب بحق هذا الشعب المطلوب منه أن يذهب كل 4 سنوات صاغراً لانتخاب من يمثله طائفياً لا وطنياً. وبكل صلافة يتحول الكثير منهم إلى محللين اقتصاديين وخبراء في شؤون الطاقة الذرية وأحياناً فقهاء. التأريخ بالتأكيد لا يصنعه شخص واحد، وهذه الجملة أتمنى أن يتعلمها جميع الذين يقفون على منصات الخطابة هذه الأيام، يتحدثون عن النزاهة وبناء الدولة وعن الفرص الضائعة، وكأن الناس هي التي ضيعت هذه الفرص، وهي التي تقاسمت المليارات التي نهبت في وضح النهار. في كل الأحوال وبرغم الحالة التي ينتهي فيها عام 2021 بكل مشاهده الدرامية ومعارك أبطال الفيلم العراقي، أقول لكم كل عام وأنتم على عتبة أيام أفضل لا تشاهدون فيها الكثير من الوجوه التي حولت حياة الناس إلى مهازل. في كتاب قصة موجزة عن المستقبل يروي لنا المفكر الفرنسي جاك أتالي ألذ حكايات السنين المقبلة والمستقبل الذي ينتظر بلادنا مثل الصين والهند، أو ينتظر بلدانا مثل الصين والهند والبرازيل وكوريا الجنوبية، ولم ينسى أن يضع معها سنغافورة وفيتنام. يقول أتالي في كتابه: هناك دول اختارت أن تحجز لها مكانا في الصفوف الأولى من عربة المستقبل، فيما نحن اخترنا أن تتحول بلادنا إلى بلاد للممنوعات. الآن إلى مركز رسام، وضمن سلسلة مقالات نشر موقع مركز رسام المقال 10 للكاتب حاتم الفلاحي تحت عنوان الطائفية صنيعة الاحتلال وأداة الحكومات المتعاقبة لتدمير العراق. إن زيارة الكاظمي لهيئة الحشد الشعبي والإطراء الكبير على هذه الميليشيات رغم الجرائم التي ارتكبتها والتي يندى لها الجبين الإنساني تكشف الصورة الحقيقية عن توجهات رئيس الوزراء الذي لن يختلف عن سابقه في حكم العراق، وهو يحاول أن يلعب على التوازنات ويحاول مسك العصا من المنتصف. إن تدخل الميليشيات في رسم سياسة الدولة الداخلية والخارجية يعني أن هناك دولة داخل الدولة،
كما إن استخدامها للسلاح لفرض إرادتها السياسية، بالإضافة إلى استخدام الميليشيات القوة ضد المتظاهرين بعد أن وقفت القوات الأمنية والعسكرية تتفرج على هذه الجرائم، خصوصاً مع ازدياد عمليات الخطف والاغتيال لقادة الحراك دون أي تبعات قانونية، أضعف موقف حكومة الكاظمي وجعلها كالحكومات السابقة عاجزة عن مواجهة الميليشيات التي تعمل خارج إرادة الدولة. فكيف سيستعيد السيادة ويفرض القانون وهيبة الدولة؟ بل على العكس، إن ضعف إجراءات الدولة جعل الميليشيات أكثر عدوانية وجرأة في مواجهة أي إجراء حكومي مقبل. إن القرار السياسي والأمني مصادر من قبل الميليشيات، فلا هيبة للدولة ولا هيبة للقانون. كما إن العملية العسكرية التي انطلقت في البصرة لتجريد العشائر من السلاح أو لحصر السلاح بيد الدولة بعد اغتيال العديد من الناشطين والناشطات قد باءت بالفشل. لقد أصبح الترشيح للمناصب في الدولة العراقية يقوم على أساس الولاء للحاكم والطائفة والحزب، وليس على أساس الكفاءة والحرفية في القيادة. لقد عملت الحكومات المتعاقبة على تحويل المؤسسة العسكرية العراقية مؤسسة طائفية غير محترفة يقوم ولاؤها على الحزب والطائفة، مما أدى إلى قيام مؤسسة ضعيفة وغير رصينة. ورأينا كيف انهارت هذه القوات في مدينة الموصل وهربت أمام بضع مئات من تنظيم الدولة، حتى تحولت هذه المؤسسة العريقة لمراكز قوى متصارعة على النفوذ والمصالح. الآن إلى صحيفة عربي 21، عشية بدء عام ميلادي جديد، السلم الأهلي الكنز الذي نبحث عنه جميعا، مقال للكاتب قاسم قصير جاء في مطلعه. مع بداية عام ميلادي جديد بعد انتهاء العام 2021 والذي حمل للشعوب العربية الكثير من الخيبات والمآسي وأعادنا إلى الوراء سنوات كثيرة بعد أن حلمنا بالديمقراطية والحرية، فأين الاستقرار والأمان والتنمية؟ مما يبحث عنه المراقب العربي وكذلك من يراقب العالم العربي لا يلحظ فيه سوى المزيد من التقهقر على صعيد الاستقرار والسلم الأهلي والحريات العامة وقيام الدولة العادلة. المزيد في هذه المادة. السجون العربية مليئة بالمعتقلين السياسيين، والشعب العربي مخير دوماً، إما القبول بالنظام الدكتاتوري والقمع أو الذهاب إلى الفوضى والحروب الأهلية والصراعات الإقليمية والدولية. يشكل البحث عن السلم الأهلي والاستقرار السياسي وقيام دولة المواطنة وتحقيق التنمية أبرز الأهداف التي يسعى إليها الإنسان العربي اليوم، وهذا ما يدفعه أحياناً إلى ترك هذه البلاد والهجرة إلى عالم آخر، ولو أدت الهجرة أحياناً إلى السقوط في براثن الموت والغرق في البحار. لا يعني ذلك عدم وجود نقاط ضوء، ومنها مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الصهيوني وسعي بعض الدول العربية لتحقيق بعض التقدم والإنجازات الاقتصادية والتنموية، لكن الصورة العامة في الواقع العربي لا تبشر بالخير. على ضوء كل ذلك، يشكل البحث عن السلم الأهلي والاستقرار السياسي وقيام دولة المواطنة وتحقيق التنمية أبرز الأهداف التي يسعى إليها الإنسان العربي اليوم، وهذا ما يدفعه أحياناً إلى ترك هذه البلاد والهجرة إلى عالم آخر، ولو أدت الهجرة أحياناً إلى السقوط في براثن الموت والغرق في البحار الممتدة حول عالمنا العربي. يتابع الكاتب إن السلم الأهلي لا يتحقق فقط بالأمن أو بالقوة، بل هو حركة ديناميكية مستمرة وعمل متطور تشارك فيه كل مكونات المجتمع، وبإشراف الدولة ورعايتها المستمرة من خلال تأمين الآليات المطلوبة للحكم والإدارة. يبدو أن مسيرة السلم الأهلي والنظام في بلادنا العربية ستكون طويلة، وسنحتاج إلى أعوام أخرى للوصول إلى هذا الكنز الجميل. يقول الكاتب: هذا الكنز الذي نبحث عنه جميعا، سواء في العام القادم أو الأعوام المقبلة.
إلى مقال منشور في صحيفة المدى بعنوان عام 2021 عام الطلعات الفاشلة للولايات المتحدة. نشرت صحيفة المدى مقالا للكاتب بير مارتن، جاء فيه: قبل عام كان يمكن للمرء أن يأمل في أن تخرج الولايات أو أن تخرج الولايات المتحدة نفسها من المستنقعات المتعددة التي تورطت فيها، ولكن لقد كان لدى الأمريكيين الكثير من الآمال التي تبددت. كان لدى الأمريكيين سبب وجيه للتفاؤل بشأن العام الماضي، يقول الكاتب، وكانت اللقاحات قادمة والاقتصاد ينتعش وهزم ترامب، وكانت هناك موجة من الأمل، وأملت الكثير من الجهات الرسمية في أمريكا أو الولايات المتحدة الخروج من الأزمات المتلاحقة، لكن عام 2021 كان عام الطلعات الفاشلة للولايات المتحدة. إلى المزيد. لقد أدى الانجراف الاستبدادي لدونالد ترامب إلى إغراق الديمقراطية الأمريكية في أزمة كان من المؤمل أن تخرج منها بعد هزيمته الانتخابية، لكنها فشلت. وبعد محاولة انقلاب للإطاحة بالانتخابات، كان الأمر يتطلب القليل من الشجاعة لعشرات من أعضاء مجلس شيوخ الجمهوريين لطرد ترامب. وبعيداً عن الخروج من مستنقع ترامب في عام 2021، غرقت الديمقراطية الأمريكية فيه بشكل أعمق، ويؤدي هذا الشلل إلى خيبة الأمل، الأمر الذي يغذي الشعبوية الاستبدادية الترامبية. فقد أعطت سيطرة الديمقراطيين على الرئاسة والكونغرس الأمل في مخرج، وقد تحقق ذلك تقريباً مع مرور القيادة التحويلية واختتام ملحمة البنية التحتية. لكن عجز الديمقراطيين عن الاتحاد لمواجهة عرقلة الجمهوريين المنهجية للتدابير الأكثر ابتكاراً في أجندتهم أطال أمد هذا الشلل المؤسسي. لقد أضرت رئاسة ترامب بشدة بالقيادة الدولية للولايات المتحدة، وتم الاعتماد على بايدن لإصلاحها، وهذا سوف يستغرق وقتاً. فلماذا تثق الديمقراطيات في بلد يهدد بالانزلاق إلى الاستبداد ولا يمكنه الوفاء بوعوده؟ ولاستعادة قيادتها الدولية ستحتاج الولايات المتحدة أولاً إلى الخروج من أزمتها الديمقراطية والركود المؤسسي. يتابع الكاتب الأمريكي بير مارتن قائلاً إن الحرب الثقافية التي ابتلي بها المجتمع الأمريكي والتي تهدد بإصابة جيرانه لم تنتهي بعد، حتى أن البعض يخشى أن تتصاعد تلك الأزمات إلى حرب أهلية. فلماذا هذا العناء؟ للأسف هذه الأزمات التي لا يستطيع الجيران الخروج منها تؤثر عليهم أيضاً، وحتى لو لم يكونوا منغمسين فيها بعمق كما هي، فيجب عليهم أن يكونوا على دراية بواقعهم حتى لا ينجذبوا إليها على الرغم منهم. الآن إلى مقال جديد. كاتب فرنسي: لهذه الأسباب لم يعد الشرق الأوسط في وضع يسمح له بكتابة تاريخه. يقول الكاتب في مقال تحت عنوان الشرق الأوسط لم يعد يبدو في وضع يسمح له بكتابة تاريخه، يحلل الكاتب جيلباري في صحيفة لوموند الفرنسية الأسباب الرئيسية لمصيبة الشرق الأوسط، ويظهر المخاطر على المنطقة بشكل عام، ويقول إن الانخراط المحدود للولايات المتحدة تسبب ببعض الأزمة. في بداية مقاله يعتبر جيل باري أن عدم دعوة أي دولة عربية لحضور قمة الديمقراطية التي عقدها رئيس الولايات المتحدة جو بايدن في ديسمبر تعد مؤشراً من بين العديد من الطرق المسدودة التي تجعل من الشرق الأوسط أحد أجزاء العالم حيث غيرت آمال التغيير طريقها. الانهيار الداخلي البطيء والمستمر للبنان، واستمرار الحرب المدمرة في اليمن حيث استمر الحكم القاسي للأنظمة الاستبدادية القائمة في تأجيج قصة اليأس المليئة بالأفعال الشنيعة، وهو ما دفع عشرات الآلاف من المهاجرين إلى المغادرة كل عام. كما إن الجمود الليبي والانقلاب المؤسسي الذي قام به الرئيس التونسي قيس سعيد والتوترات بين الجزائر والمغرب لا تدعو إلى مزيد من التفاؤل، كما يقول الكاتب.
هناك أسباب عديدة لهذه المحنة في الشرق الأوسط، ومع ذلك يمكن تحديد ثلاثة عوامل رئيسة استمرت في إحداث آثارها طوال عام 2021. يكمن السبب الأول في مقاومة التحول الديمقراطي من جانب الأنظمة التي تمنع بشكل منهجي النزاعات التي تواجهها من أن يتم التحكم فيها سلمياً من قبل مواطنيها في البلاد ضمن انتخابات حرة، باستثناء إسرائيل التي تمت دعوتها إلى القمة التي طلبها جو بايدن. فإن هذه الاستحالة تمنع معاقبة الخيارات السياسية عندما يتضح أنها مدمرة. المنطقة أصبحت خلال فترة القمع بطلة العالم فيما يتعلق بالسجناء السياسيين، وتقودها في ذلك مصر التي يبلغ عدد سجناء الرأي فيها عشرات الآلاف، كما أنه ثمة قمع فلسطيني داخلياً في الضفة الغربية. جاء في صحيفة لوموند أيضاً أن التفسير الآخر للمسار العربي المسدود يكمن بحسب الكاتب في الاختفاء ضمن هذه المنطقة الجغرافية لدول قوية، بما يكفي للعب دور تنظيمي على الأطراف الأكثر اضطراباً. فمنذ فترة طويلة فقدت مصر العملاق السياسي والعسكري والثقافي في العالم العربي، فقدت دور المسرى دون أن يتمكن الآخرون من الاستيلاء عليه، كما يتضح من ضعف العراق وسوريا. أما بالنسبة لجامعة الدول العربية فهي تظل مؤسسة لدول الشرق الأوسط، نسينا أن نعلن للعامة عن موتها، يقول الكاتب. الآن إلى مقال منشور في صحيفة واشنطن بوست بعنوان أزمات العالم المنسية ازدادت سوءا في عام 2021. الدواباء فيروس كورونا الذي لا ينتهي على ما يبدو إلى جانب مجموعة متنوعة من الضغوط الأخرى أدى إلى تركيز الديمقراطيات الليبرالية الغنية نسبياً في الغرب على المشكلات الداخلية، وقد يكون ذلك مفهوماً إلى حد ما على حد تعبير افتتاحية واشنطن بوست، إلا أن أحد الآثار الجانبية لهذا الانغماس الذاتي كان الافتقار الخطير إلى الاهتمام بالأزمات المختلفة حول العالم. عام 2021 شهد تفاقماً في الكوارث الإنسانية والسياسية الشديدة في مختلف الدول، والتي كان من الممكن أن تجد المزيد من الاهتمام والمساعدة الدولية في عالم غير وبائي. كما تعمقت الحروب الأهلية في ظل غياب المبادرات الدبلوماسية من الخارج، واستغل المستبدون والطغاة انشغال العالم الحر بالجائحة لمضاعفة القمع. ولم تؤدي الآثار المتراكمة لتغير المناخ إلا إلى انعدام الأمن وعدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم النامي، مما أدى إلى تفاقم الصراعات. وقالت هيئة تحرير الصحيفة: لا يمكننا أن ندع هذه الأزمات تتفاقم. المجتمع الدولي يخزن المشاكل لوقت لاحق، في حين أنه من المؤكد أننا لا نستطيع حل جميع مشاكل العالم، ولكن عندما لا نحاول فإن النتيجة غالباً ما تكون كارثية على مصالحنا ومدمرة للدول التي نتجاهلها. إن عام 2020 علم العالم كيف يكون العيش في أزمة، ولكن عام 2021 علمنا كيف سيكون الحال عندما تصبح الأزمة مطولة وطبيعية وحتى روتينية. وأضاف أنه بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في أكثر دول العالم هشاشة وتأثراً بالصراعات، فإن الأزمة شبه الدائمة هي الوضع الطبيعي الجديد. واختتمت صحيفة واشنطن بوست افتتاحيتها بالقول: هذا نداء بالقول إن العالم يجب أن يهتم ويبذل المزيد من الجهد في عام 2022 حيال أزمات العالم المنسية، كما يجب أن تجعلها الحكومات الغربية أولوية في السياسة الخارجية. وقالت الصحيفة: لا يمكننا تحمل عام آخر من الإهمال. فصائل المقاومة في غزة تختتم مناورات الركن الشديد 2. اختتمت الأجنحة العسكرية التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة
مناورة عسكرية أطلقت عليها اسم الركن الشديد 2 عقب تدريبات عسكرية بدأت الأحد الماضي. وانطلقت تدريبات عسكرية الأحد الماضي على مستوى قطاع غزة للغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تهدف لتبادل الخبرات ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات. ويعد هذا التدريب المشترك الأول من نوعه منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو أيار الماضي. وفي ديسمبر كانون الأول 2020 أطلقت الغرفة المشتركة مناورات عسكرية مشتركة لفصائل المقاومة لأول مرة تحت اسم الركن الشديد. الآن نتابع الكاريكاتير. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم صدى الأقلام. دائما كونوا في رعاية الله.